مرحبا أنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما في برنامج اللامولاتي. وصلنا لفقرة النصائح الخاصة بالأطفال. اليوم معنا أسماء زريول، أخصائية الحمية والتغذية. أهلا أسماء. أهلا سناء. اليوم بغيو نتعرفوا معاك على شنو هي أهمية التغذية في تقوية وفي تطوير جهاز المناعة عند الأطفال. بطبيعة الحال هناك يعني واحد العلاقة وطيدة وأهمية كبيرة، لأن أي مكون من المكونات ديال الجسم ديال الإنسان فهو كيتركب انطلاقا من الأغذية اللي سنتناولها. فكل ما كعطينا الجسم الأشياء اللي محتاج لها، كل ما كي يركب هذوك المركبات الكيميائية واللي كتعاون يعني بحال الهرمونات، بحال الأشياء اللي تتخلي المناعة تقوى. فعلى سبيل المثال حنا نعرفوا أن الأغذية اللي فيها مثلا الفيتامين سي كتقوي المناعة. داك الشيء علاش كنصحوا الناس اللي كيعانيوا من لاغريب ولا الزكام في أيام ديال البرد أنهم ياخذوا الفيتامين سي. هذا فقط مثال بسيط على العلاقة بين المناعة والتغذية. فعلى هذا الغرار هذا إلا كنا كندخلوا الجسم ديال الطفل على الخصوص اللي هو واحد الجسم اللي باقي واحد لتيران فراجيل، يعني واحد واحد الجسم اللي هو ضعيف واللي في طور النمو ديالو، ودخلنا ليه أغذية اللي ما كيستفدش منها، راه حتى تكوين ديالو ما غاديش يكون قادر على حماية الجسم، ما يقدرش يكون العناصر اللي غادي تحميه، وبالتالي كيكون هذا الجسم هذا واحد الجسم اللي هو ضعيف. هذه من ناحية. إذا شنو هما الأشياء اللي ما لازمش أنه يعني الجسم ديال الطفل كتكون غير شي حاجة زايدة؟ أي حاجة فقط حلويات وسكريات ودي بسكوي اللي ما كتجيب ليناش فيتامينات، اللي ما كتجيب ليناش ألياف، اللي ما كتجيب ليناش مضادات أكسدة، بحال المقليات، يعني بحال المشروبات الغازية. فهذه كلها واحد الأغذية اللي كتشكل بالعكس واحد العبء على جسم الطفل اللي يقدر ما يبانش دابا، يقدر يبان من بعد، وفي نفس الوقت هي كتهبط من المناعة ديالو لأنه ما كنعطيوش الأشياء اللي كيحتاجها اللي هي الخضار والفواكه وكل ما هو أغذية طبيعية. أسماء غادي نمشيو ونتعرفوا على كل تساؤلات الأمهات اللي كنتوصلوا بها دائما في الفقرة، دائما على الرقم 50-80. أم مريم من ترودانت كتقول بنتي عندها عامين ونص، الوزن والطول ديالها مزيانين على حسب البيدياتر اللي كيشوفها، ولكن ملي كتلعب كتسخف وكتعيا دغيا. واش كاين شي ماكلة اللي فيها فيتامينات اللي تقوى بها شوية؟ الطفلة ديالها دابا لازم أنها دير ليها بحال عملية ديال الجرد، تشوف واش هذه الماكله اللي كتعطيها طول اليوم، واش كتعطيها مصدر ديال الفيتامينات، يعني واش كتعطيها كل نهار مثلا الفواكه، واش كتعطيها كل نهار خضار، واش كتعطيها كل نهار خبز كامل، يعني واش كتعطيها هذا الشيء، واش البنت هي ديالها مفتوحه، واش الطول ديالها مزيان، واش زياده الوزن ديالها حتى هي مزيانه. الا كان هذا الشيء كله مزيان لازم تقلب على مشكل اخر ديال هذه السخفه، ولا لقات العكس انها فعلا البنت يعني الماكله ديالها قليله، مره كتعطيها اللحم مره ما كتعطيهش، مره كتعطيها الفواكه مره لا، والكميه اللي كتاكلها قليله بزاف ولا ما كتاكلش، فهنا يقدر يكون عندها فقر دم، هو اللي كيخليها هاد السخفة ودغيا غادي تعيا. وفقر الدم كيأثر على الجسم كله، حتى على المناعة، كيكون المناعة كتهبط وكيكون معرض لبزاف ديال الأمراض. نعم. إذا هنايا لازم إلا كانت عندها المشكل ديال فقر الدم لازم أنها تعالجه سواء قبل ولا بعد العلاج، لازم أنها تحرص على أنها تعلمها وتعطيها تغذية اللي هي متوازنة، وتختار لها الأشياء اللي مزيانة هي غادي تاكلها، ماشي نعطي الطفل مثلا نشري ليه شيبس ونشري ليه لي بسكوي ونشري ليه الحلوى تنقول صافي راه كلا وشبع، وراه هذاك الشيء راه ما كيزيد ليناش فيتامينات، ما كيعطيناش الياف، ما كيعطيناش، كيعطينا فقط ممكن نسميهم دي كالوري فيد، يعني طاقه اللي هي خاويه. علاش خاويه؟ لان ما كتعطيش الفيتامينات، ما كتعطيش الالياف، ما كتعطيش مضادات الاكسده، ما كتعطيش الحاجيات ديال نهائيا، كتعطي غير كتعمر بحال غير كتعمر على الخوا. اذا تفادى هذا الشيء هذا، تخليه يعني من رافين، وتركز ليها على اللحوم، تركز ليها على الخضار، تركز على كل ما هو حبوب كاملة، على فواكه جافة، مهم على التمر ايضا. الا لاحظت ان الطفله ديالها ما تتبغيش تاكل، يعني داك النهار ما كلتش مزيان، ممكن تصايب ليها مثلا التمر، دير ليها التمر طحنو، دير ليها في عصير، دير ليها فواكه جافه باش تعوض ليها هذاك النقص اللي حصل هذاك النهار. وهذا الشيء كيطلب ان الام تكون مقابله هي الطفل ديالها، ويعني وعارفه شنو كيتعطاه، ماشي غير تلقاه وما عطاك لا ماكلاش وقت الماكله، ما عطاش
يمشى. يعني هاد المسائل لازم ان الامهات ترد لها البال. وكذلك كاين بعض المكملات اللي هي كتفيد، مكملات اللي هي طبيعيه بحال مثلا طحالب البحر، بحال حبوب اللقاح واللي كيسولوا عليها الامهات بزاف. فبحال هاد الشيء هذا كيعاون في ديك اللحظه اللي هما كيعطيو فيها هاد المكملات هادو اللي هما طبيعيين. ولكن من بعد كيولي خاص حتى التغذيه تكون حيت هي اللي غناكلوها دائما صحية. نعم هي اللي غناكلوها دائما وهي اللي غناكلوها كل نهار. اما هذوك المكملات فحنا كناخذوهم مده وكنرجعوا طبعا للتغذيه العاديه. اخر اس ام اس من عند ام نسيم كتقول في الاس ام اس: ولدي عنده عامين ونص، قطعت ليه الرضاعه الطبيعيه هذه 6 شهور ولاحظت على انه ولا كيمرض ليا بزاف والوزن ديالو ما بقاش كيتزاد بحال اللي كان. نعم فالمشكل هذا المشكل كيتطرح بزاف، لان الطفل ملي كتقطع له الرضاعه الطبيعيه بحال كيولي يضطرب، بحال يلاه كيبقى يتادابتا، يلاه كيبدا يولف على هاد الحاله الجديده، هذاك الفرق مع الام ديالو، ويقدر الشهيه ديالو تنقص، ما يبقاش يبغي ياكل ليها الماكله الاعتياديه. فهي مني تقطع الرضاعه لازم انها كانت تفكر في بديل، سواء تعطيه واحد شي فاكهه ولا شي حاجه كتوجدها وهي كتعجبه. فهذيك الوقيته اللي هو كان كيبغي يرضع، وهذا الشيء باش تفادى هذاك النقص ديال الطاقه ولا النقص ديال لي كالوري اللي خلفوا يعني الفطام. فدائما لازم نفكروا في هذه المساله بزاف، لان الاطفال اللي كانوا كيعتمدوا هذا عنده عامين، ولكن على الارجح انه كان مرتبط، يعني كان كيرضع حتى 3 المرات في النهار ولا 4 ديال المرات في النهار. اذا دائما لازم انها تحاول الوقيته اللي كان كيبغي فيهم الرضاعه تعطيه شي حاجه اللي هو تيبغيها، مثلا دير ليه فلان طبيعي، تعطيه ياغورت، تعطيه يمكن دي فخوي، دير ليه عصير فواكه، دير ليه ايضا سلطة دو فخوي. يعني تحاول تعطيه شي بديل اخر اللي هو يكون صحي وملائم ليه، ويكون باش يعوض هذاك النقص اللي خلفو الحليب ديال الام. شكرا لك بزاف اسماء ازري والاخصائيه الحميه والتغذيه على كل هذه النصائح اللي قدمتينا اليوم، والتقيو بك فرصه مقبله باذن الله واللي غادي نتكلموا فيها على كيفيه اثاره الشهيه عند الاطفال.